نتواصل من جديد أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان مرة تانية في صباح الشروق. وزي ما ذكرت يا حمزة في البداية، يمكن أنت يعني ذكرت المرحلة العصيبة اللي مرت على كل السودانيين، مرحلة السيول والفيضانات، تحديدا الفيضان. فيضان 2020 هذا العام كان كارثي بصورة كبيرة جدا. عدد من الأسر فقدت منازلها، فقدت أرواح، فقدت أشياء ثمينة غالية عليها جراء الفيضان، ومرقت بنفسها بذات نفسها، ودي براها سلامة. والحمد لله رب العالمين صابرين ومتصابرين ومتكاتفين ومتعضين، ويعني بيحمد ربنا كثير جدا على الحاجة اللي حصلت دي. والحاجة دي بتخلي الناس كثير زينا، احنا مثلا يمكن يعني بعيدين شوية من الفيضان ما شديد، لكن بتخلينا نعاين لهم بمنظور مختلف، انه يعني سبحان الله الناس دي يعني قادرين يصبروا كيف في مرحلة زي دي، قادرين يتعايشوا كيف هم فقدوا منازلهم وفقدوا اشياء ثمينة غالية. يعني فجأة تلقى نفسك بين عشية وضحاها في العراء بدون منزل وبدون مكان يأويك ويأوي أسرتك. جميل، ده المغرب على السودانيين يعني اللي هو التعاضد والتكاتف. احنا اهل فزع اصلا واخوه في كل المحن والاحن اللي بتمر علينا. لمزيد من التوضيح عبر صباح الشروق لواحده من المبادرات اللي عندها اسهام كبير جدا في خدمه اهلنا اللي تضرروا جراء السيول والفيضانات ايضا في الفتره الاخيره، نرحب مباشره عبر هذا الصباح بالاستاذه نجوى ابو عكر الامين العام لتنسيقيه مبادره وطننا. اهلا بك في الوطن الكبير الشروق. شكرا جزيلا لاستضافتكم لنا، وعشان وعدتكم على الاقل بشغلنا نحن في المبادره بتاعتنا مبادره وطننا. نعم، اهلا بك استاذه نجوى ابو عكر. ويعني كلمه وطن ما كلمه سهله، كل شخص في العالم بيعرف يعني شنو وطن. وطن يعني شنو وطن يقويك ويحميك وغيره من التفاصيل. احنا عايزين تدينا فكره عامه عن المبادره، مبادره وطننا ونشاتها وبدايتها. يعني شكرا. تفضل. اول حاجه الزول بترحم على ارواح الشهداء اللي راحوا في السيول وفيضانات. اللهم ارحمهم. المبادره بتاعت وطننا دي قصدنا بها معالجه الاثار الناتجه عن السيول والفيضانات الحاصله الفتره الاخيره دي. بدات المبادره دي مع بدايه السيول والفيضانات. هي ما مقصود بها انها تكون الشغل بتاع داخل ولايه الخرطوم، بل هي تشمل كافه انحاء السودان. بدينا شغلنا الاول قبل شهرين تقريبا في منتصف اغسطس. شكلنا غافله كبيره جدا اتوجهت للنيل الابيض في جوز عوض الله. فهناك كان في اشكاليه كبيره جدا، السيول طبعا دمرت المنطقه كبير جدا. بهنا قومنا الغافله دي، وكان يعني بمساعده رجال الاعمال والخيرين، وبالذات كانوا معانا الساعه اتحاد الساعه، هم قاموا معانا بالدور الكبير في الشغل دي. فسيرنا غافله كبيره جدا مشت على جوز عوض الله، وكانت يعني بتحتوي على حاجات ضخمه، معينات يعني كنا حتى من الحاجات غير الخيام وغير الادويه وغير المواد الغذائيه شايلين مواد خدميه اخرى زي العجلات بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني كانت حاجه كبيره، ويعني ساهمنا بانه خففنا جزء من العبء على المتضررين هناك. رجعنا بعد ذاك الخرطوم، وصح حاليا شغالين داخل في الخرطوم، شغالين داخل في الولايه كافه في المناطق المحتاجه ل مساعدات بناء في جوز عوض الله. اشرفتوا معلش يعني اشرفتوا على التوزيع بنفسكم؟ التوزيع ايوه كان يعني كله في عليه، ولا كان في جهه انتوا اللي عملتوها؟ لا كان في الولايه برضه كان عندها دور كبير فيها معاهم هناك، واشرفوا على التوزيع، وحتى استغروا مده يومين كانوا قاعدين هناك. جميل. ايوه بعد ذاك رجعوا للخرطوم. هسه حاليا احنا شغالين في المناطق المتفرغه من الخرطوم، مساعده في الجسور اللي بتتعمل، جمع الشوالات، المواد الغذائيه بنوزع فيها. لكن حاليا بنشتغل في انه مودين غافله الاسبوع القادم غالبا للريف الشمالي محلية طيب البحري. طيب يا استاذه نجوى، طبعا انت حركت لنا كل محاورنا، لكن نحاول انه نحاول نبسط كذا وناخذ من كل يعني بستان زهر انت الحديث اللي ذكرتيه نفصل فيه شويه، لكن نبدا من حيث الشراكات. معروف اي مؤسسات كبيره بيكون عندها جانب مجتمع او مسؤوليه مجتمعيه تجاه الوطن كثير جدا من المؤسسات. صحيح. ولكن انت المبادره بتحمل الهم الكبير، هم الوطن، يجب انه تجيب كل ولايات السودان اللي تضررت.
عايزين نشوف التشبيك بينكم وبين الجهات الممكن الدعم، الجهات الحقيقية الممكن تدعم بالمواد الطبية بالتفاصيل المالية وهكذا، يعني كيف بتشبكوا معهم انتم في المبادرة؟ نحن حاليا شغالين بنعمل دعوات لرجال الأعمال، دعوات للسياغ، دعوات للخيرين أصحاب القلوب الرحيمة، دعوات للسودانيين في الخارج السودان، كلها بحاول بندعم بنعمل الدعوات دي وبنجمع في التبرعات الموجودة غير الحاجات اللي احنا هنا ده بنجمعها داخليا. الدعوات شكلها كيف اللي بتقوموا بها؟ يعني في موقع دعوات اجتماعي على الواتساب؟ عن طريق الواتساب. يعني كل زول مثلا في الفيسبوك عندنا عندنا زي صفحة وبنتواصل ببرا. فحاليا يعني مجهوداتنا كلها في انه نحاول الغافله الجايه دي تكون أيوة كبيره. مستهدفه وين؟ مستهدف وين المنطقه؟ بحري، الريف الشمالي بحري، تبتدي من ودرملي وانت ماشيه لغرى واوستي الخمسه، وبعد ذاك في ناس السقايه بتلاب وفي النيه مناطق داخلة. في زمن معين لقيام الحملة القادمة؟ يعني متوقعين انه على نهاية الاسبوع القادم اذا الامور تيسرت، يعني معناته بديتوا شغالين؟ ايوه شغالين فيها، شغالين في تجميع المواد. شكل المواد شنو المودين عليها؟ في مودين المواد التموينية لانه محتاجين هناك بالذات منطقة واوستي وسط بالتحديد، هي عندها اشكاليه ان فيها 139 اسره حاليا هم في العراء. فدي محتاجين يقدموا لهم المساعدات بتاعت اول حاجه اكل ما عندهم، الناس دي قاعده في العراء، محتاجين للمويه النقيه لانه المويه اصبحت ملوثه، ملوثه كلها، محتاجين للخيام. بعد ذاك عاوزين المعينات الطبيه، الأدوية، الكل، يعني حاليا أي حاجة زول بيقدمها. نحن وصلت بنا مرحلة مع التجار بنقول لهم إنه حتى لو أديتونا كيلو واحد بتاع دقيق كفاية، كل واحد لو أدى كيلو سكر دقيق بيساهم. أنت بتساهم، بتجمع في النهاية وبتطلع بكمية، لأنه الناس محتاجين لها دعم كبير جدا. والمواد اللي مفروض يعني تصلهم ما تكون مواد لفترة معينة، على الأقل 6 أشهر. وفي نفس الوقت لو مشيت لأي زول قلت له في الوقت الحالي الزمن صعب، بتقول لهم إنه عاوز إعانة مثلا لحاجة كبيرة ولا شيء، ممكن يستصعبوا القصة. لكن لما تقول لهم إن شاء الله كيلو ادونا بس ملوه، ادونا كذا الجود بالموجود، الجود بالموجود، وبحيث وين الحاجه كبيره عليهم بالضبط كذا. ده الاسلوب الاساسي شغالين به، وبنجمع فيه الحاجات دي وبنجهز فيها ان شاء الله اذا الامور تيسرت الاسبوع الجاي نتوجه في الغرب بتاعتنا. عشمنا كبير بما انه المبادره تحمل هم الوطن، فبالتالي نحن شفنا تداعت كل الدول الشقيقه تجاه السودان للتعاضد والتكاتف حتى، لكن زي ما اخواننا وكل أهلنا المغتربين خارج السودان كان عندهم مسهم كبير جدا في يعني لم شمل الأسر يعني، والدعم اللي بيجي من برا كان تجاه المعيشة، الآن هو الدعم بيكون أكبر. فهلا أنا عايز أعرف برضو كل المشاهدين، هل عندكم تشبيك ما بينكم ما بين المغتربين برا حتى إنه تجيب أيوة التحويلات؟ عندنا لكن بعلاقاتنا الخاصة. شغل المغتربين ده كله بعلاقاتنا الخاصة مع أصدقائنا برا، لا ما عن طريق منظمات ولا شيء، لكن عن طريق الافراد. وهم بيجمعوا كبير السؤالين هنا دي، تجاوب كبير جدا جدا، تجاوب كبير بالنسبه لنا مع المغتربين. في رقم حساب معين يعني مرسلين عندهم الارقام بتاعت حسابات موحد يعني موحده بالنسبه لنا المبادره، وهي بنتلقى فيها الدعم. بعد لكن بتلاقوا فود ما حنيجي في الاخير للارقام وارقام الهواتف عشان تصل لكل الساده المشاهدين. لكن لو تكلمنا انه مبادره وطننا، نحن ما عايزين فقط المبادرات، هي كثيره. وتضامنها مع بعض ذاته بشكل وحده. نحن ما عايزين المبادره بس تبدا وتقيف، يكون عندها استمراريه. هل مبادره وطن بما انه تحملها وطن عشان كل عندها انتشار في كل الوطن، يعني عندكم متطوعين في ولايات السودان حتى انه يمدوكم بالمناطق المتاثره او كذا، لو كان في تعويضات او مساعدات تجون في فتره قادمه؟ في مبادره ثانيه اسمها متطوعون بلا حدود. بلا حدود شبكتوا معاهم؟ شبكنا معاهم، وهم هسه بدونا تقارير تقريبا يوميه بالمناطق المتضرره، محتاجين كذا في الحته الفلانيه، فعن طريقهم هم بتصلنا المعلومه. المعلومه بتجينا عن طريقهم هم. جميل. العدد الكلي لمبادره وطننا يعني هي مبادره مفتوحه للجميع، وتقدر تستوعب اي عدد من الاشخاص، ويا ريت لو الناس تنضم لنا فيها. وطبعا مبادرات كثيره، لكن الوضع الحالي ده لانه الوضع يعني متأزم، اي مبادره تقدم برضه ما حنكفي حاجه.
رغم المساعدات اللي جاتني من برا ورغم الدور بتقوم به الحكومه وكل شيء، لكن الكارثه كبيره. اكيد عندكم توثيق للحاجات دي. ايوه عندنا توثيق، في توثيق موجود للغافله الاولى بتاعتنا في شغلنا الاول، كل موثق موجود. طيب مواعين الدوله انا بذكر دائما هي ما بتسع لتنفيذ المشاريع، لانه الان احنا بنمر بفتره حريه جدا، ازمات متلاحقه أيوة. عندنا هنا في السودان، هل عندكم تواصل مع الجهات الرسميه حتى انه يدعموكم بالموجود اللي عندهم؟ في موجود، عندنا تواصل مع الجهات الرسميه وحتى باشرافهم هم ذاتهم. شكل يعني التواصل ده كيف يعني؟ هل وزاره الصحه ولا الناس الجهات اللي بتسهل لكم حركه التنقل؟ الولايه يعني. في عن طريق الولايه ذاتها، ولايه الخرطوم. عن طريق ولايه الخرطوم يعني هم عارفين دلوقتي بحركتنا ذاتها وبكل الشيء. بيتحركوا معاكم؟ بيمشوا معاكم ولا؟ ما بيتحركوا معانا، لكن على علم تام، ولو احتجنا لشيء بنرجع لهم يعني، نقدر ايوه لو احتجنا لاي حاجه بنرجع لهم، لانه هم ذاتهم بيدعمونا يعني في حتات كثيره بيدعمونا. يعني هسه عندنا في الولايه كان عندنا قبل اسبوع مشكله في شارع النيل في المنشيه، فدعمونا مكتب الوالي ودعمونا هنا على ناس نفير بالشوالات بغيره هنا، حتى دعمتنا احنا كمبادره دعمونا وعملنا التروس بتاع الشارع النيل دي، شاركنا فيها اشتغلنا فيها. بالنسبه لمبادره او يعني الجهه المستهدفه واوسي تقريبا حاليا الريف الشمالي كله، لكن حنركز على المنطقه الاوسي لان اكثر تضررت. ودرملي الاسبوع اللي فات واول امبارح جات اعانات كثيره يعني غتتني. الصوره قويه جدا. بالنسبه للتوجه بالقافله يعني الخطه الموضوع شنو يعني؟ هتتحركوا لوحدكم؟ العدد المقدر من التحرك داعين جهات اعلاميه لتوثيق الحدث؟ طبعا حتكون عندنا جهات اعلاميه. الجهات الحكوميه حاليا كنا بنتكلم عنها، هل دعيتوا منهم يكونوا معاكم برضه في قلب القافله حتى يطمئن المواطن بانه الدوله ايضا تقف في ظهره وكده يعني؟ دي كلها حتترتب الاسبوع الجاي بعد اكتمال القافله والشكل بتاعها حيكون حيتحرك بكيف، لكن غالبا بيكون معانا جهات اعلاميه موجوده للتوثيق، وبيكون معانا زول من الولايه ذاته عشان يشرفوا معانا على الشغل. استاذه نجمي يعني في ثلاثه حاجات كذا اللي هم المحتاجين لها الان، هم المتضررين، السكن اللي هو الخيام اللي بتكون موجوده، وبعد ذاك مواد الايواء الغذائيه، لكن الجانب الاهم بانتشار الفيضان خلف اثار صحيه كبيره جدا، فعايز اشوف انتم من خلال المبادره تواصلكم مع الاطباء اللي هم وبرضه الامصار للعقارب والتفاصيل الزي دي، فهل عندكم يعني جانب مخصص انه زي ده عيادات تكون مفتوحه؟ نحن استحسائيين في الاول الناس زي على اساس انه يشوف لون الخيام بتاعته، رغم انهم بيعانوا من مشكله البعوض بصوره كبيره جدا، الذباب، المويه، يعني في مشكله بيئيه تامه كبيره جدا جدا، لكن اسح في الاول نشوف لون حته يقعدوا فيها، حته بعد ذاك نشوف زي عياده صغيره، نحن ساعين في انه نعمل لون زي عيادات متحركه تكون في لكن اول تعوض. لكن هم في الاول قاعدين في الخلاء، يعني ما في عياده حتتعمل في الخلاء، لازم ننزل شوفوا لون زي ما هو، بعد ذاك نعمل النظام لعياده صغيره. ذات لو ما كانوا بعيدين من ما كانوا بعيدين من المويه شويه، حتى الجهد الصحي ما بينفع. ايوه هم بعدهم من المويه، لكن المنطقه اللي قاعدين فيها دي حاليا ما فيها المباني ما مكتمله. يعني ومحتاجين في ناس بعضهم في رواكيب وحدين وفي احيشة فاضية، يعني ما يعني لازم يحاولوا يساعدوهم. عموما الوضع عموما بيحتاج تدخلات كثيرة. 139 أسرة ديل عدد رقم كبير جدا. 139 أسرة يعني 139 أسرة بلا مأوى بلا أكل بلا شرب، ويعني الموية بالذات تحديدا المشكلة. الموية هي مشكلة شديدة يعني الحياة تبدأ لهم تدريجيا أول بأول. يعني تعوهم بعد ذاك نشوف باقي المشاكل ولا الأخرى حتكون. وبعدين القصة دي حتكون طويلة، ناس فقدت مساكينه فقدت غيره، يعني ما بتتحل هسه. طيب الارقام، ارقام الحساب والهواتف كذا لكل الخيرين يعني؟ لا ما مستحضرات، لكن موجوده في البوست بتاعها في الفيسبوك. عندكم منصه او صفحه يعني؟ لا في ذاتها في المبادره ذاتها، عندنا في الصوره تحت المبادره ذاتها وفي الارقام بتاعتها وكذا موجوده، وممكن ننزلها. طيب مشاهدين، مبادرة وطننا هي فيها جوانب مختلفة المنتشرة، سواء كان من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ممكن تقدموا يد العون لكل أهلنا والقوافل القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. احنا شكرا لك كثير جدا أستاذة نجوى أبو عكر، الأمين العام لمبادرة وطننا أو التنسيقية لمبادرة وطننا. شكرا لك وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا لعنات الشروق على تكتلين. نشوفكم يعني دائما كده داعمين باسم الوطن للوطن يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا. نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي مشاهدينا لكل مكان في السودان، محموله من ارث وثقافه، وده المميز السودان عن بقيه دول كثير جدا يا لينا. نعم اكيد، علشان كده احنا نتوجه لمدينه الجمال.